لا 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 أنا هودي أخبار الجرايد ما عندي ثقة فيهن أبداً، مبوسة إلا بنشرات الأخبار على التلفزيون. عن جد خدوا على سبيل المثال نشرة أخبار المنار، نشرة أخبار المنار غير شكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نواب الأكثرية يتمركزون في أوتيل فينيسيا مما يسبب بشل الحركة السياحية في وسط بيروت. باقة البقدونس وصلت إلى 300 ليرة والحكومة الفاقدة للشرعية الغير دستورية البتراء حكومة فؤاد السنيورة لا تحرك ساكنا. أما في جبشيت فكان هذا الحديث لنائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم. إن كنتم تريدون الحوار فنحن مع الحوار. والأحلى من أخبار الأخبار المنار أخبار الجزيرة. عن جد أخبار الجزيرة في عندكم المذيع جميل عزر. جميل عزر بيطلع عيبيس بتحسوه رح يعمل مشكل وبيبلش. أسعد الله أوقاتكم جميل عزر، يحييكم من أخبار الجزيرة في قطر ويقدم لكم أبرز عناوين نشرة الليلة. في لبنان استمرار الاعتصام في وسط بيروت والمعتصمون يطالبون باستبدال باريس 3 بطهران 1. أما في شمال لبنان إلقاء القبض على أبو سليم ودرباس وأسعد وفهمان يستنكرون الحادث. أما في العراق، في العراق الصدر يهيج الشارع العراقي ولتبريد الموقف زباري يتدخل فورا. أما في حمص، في حمص منع التجول البارحة الساعة السادسة ولهذا الأمر نزل كل سكان حمص للتفرج على منع التجول. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل مباشرة إلى لبنان تحديدا إلى منطقة معراب. معنا على الهواء رئيس الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. دكتور جعجع، بعد كل الذي حصل هل من الممكن أن تتفقون على رئيس توافقي؟ أكيد 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 أكيد. لأن بنهاية المطاف رئيس التوافق هو رئيس توافقي، والرئيس المنو توافقي منو رئيس توافقي. هلا في رئيس توافقي بس هو منو توافقي، وفي رئيس منو توافقي بس هو رئيس توافقي. يعني بنهاية المطاف السؤال هو نكون أو لا نكون، وإذا كفوا هيك الإخوين حتصير على الأكيد نكون. وبعدين مش مقبول اللي عم بيصير بأوتيل فينيسيا، أكثر من 40-50 نايب مضطرين يناموا هنيك بسبب الوضع الأمني. هلا بينتخبوا رئيس ولا ما بينتخبوا؟ نحن قرارنا بالهيئة التنفيذية اتخذناه، ست ريدة ما بتنام برت البيت. وبدي أقول هون كلمتين هيك كتير صغار للسيد حسن. بدي أقول له يا سيد حسن، يا سيد حسن وكخيي، يا قلبي يا عيوني، بدي هنيك من كل 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 قلبي. بدي هنيك على المواقف الوطنية اللي عم تخدها، يعني شي بشرف. بدي اقول لك انه نحن حدك ونحن قدامك ونحن وراك ونحن على جنبك. اكيد عرفتوا عن اي سيد حسن عم بحكي؟ عرفتوا عن اي سيد حسن؟ عن وزير الداخلية السيد حسن السبع. هيدا السيد حسن تعولنا، هيدا السيد حسن منحبه. شكرا دكتور جعجع. معنا ايضا على الهواء وزير الداخلية اللبناني مع الوزير حسن السبع. مساء الخير. بالبداية بدي اتشكر الدكتور جعجع التصريح تعوله يلي أثنى فيه على الخدمة تاعيتي بالداخلية، وبحب قل له أنه الأمن تاعوله من الأمن تاعيتي، وتاعيتي تاعوله تاعوله تاعيتي. شكراً مع الوزير. ننتقل الآن إلى الرابي. معنا على الهواء رئيس كتلة الإصلاح والتغيير سيادة العماد النائب ميشيل عون. سيادة العماد، ما ردكم على هؤلاء الذين يتهمونكم بأنكم قد دخلتم في المحور السوري الإيراني؟ ماذا تقول لهؤلاء؟
اسكتوا. حسنا سنسكت. ننتقل إلى بيروت، إلى منطقة عائشة بكار. معنا على الهواء رئيس الوزراء الأسبق الدكتور سليم الحص. مساء الخير دولة الرئيس. مساء الخير. بالبداية أريد أن أقول بأنني أمثل القوة السلسة في بيروت، عفوا دولة الرئيس، ولكن كيف تقيم الوضع الآن في لبنان؟ والله هلا ما عم بقدر أقيمه، لم أعد في سدة المسؤولية، ولكن هذا لا يمنع بأنني أمثل القوة السلسة. أنا القوة السلسة، يبدو أن القوة السلسة لا حول ولا قوة. ننتقل الآن إلى المختارة. معنا على الهواء رئيس اللقاء الديمقراطي وليد بيك جنبلاط. مساء الخير وليد بيك. مساء الخير، مساء النور، مساء الخير، مساء النور، مساء الخير، مساء الخير يا عزيزي. عزيزي ما حدا بيعلي. شو رح تعمل بأمريكا؟ رح تشارك ببطولة فيلم اسمه Independence Day. إن شاء الله ناخد أوسكار، لأن في فيلم سوري عم بينفسنا على الأوسكار اسمه Lion King. وبعدهم هون الشباب مصرين على الكامبينج بالعون تاون، عاملين 1200 خيمة، عاملين محمية لهنود الحمر، ينتبهوا من الكاوبوي الأمريكاني. وبعده الجنرال مصر بده يفوت على السرايا مثل اوكرانيا. يعني انا بعطي نصيحه، يبعت اوكرانيات، ابواب السرايا بتفتح وحده. بعدين شو قصه هالحرايق؟ اكيد مفتعله، اكيد مفتعله، لكن لو مش مفتعله ليش ما احترقوا اشجار الليمون الاورنج والحامض الاصفر؟ ولكن رح نرجع ننزل على الطاولة المستديرة السخيفة رغم كل شيء طاولة الحوار. ولكن إذا نازل على الطاولة المستديرة وحطوا لي شي عبوي على شي مستديرة، شو بنعمل؟ بنتحاور فوق؟ خلينا عم نتحاور مع حزبه أحسن ما نتحاور معه، لا أكثر ولا أقل. ما في شي بنحضر يا جماعة، خلص أنا ما رح أحضر بقى أخبار الجزيرة، ما رح حط إلا محطات لبنانية. رح نبلش مع الـ LBC في هلأ نهاركم سعيد مع المذيع أستاذ وليد عبود. نهاركم سعيد من المؤسسة اللبنانية للإنسان، أعزائي المشاهدين، عناوين كثيرة لهذا الصباح. قبل أن نبدأ بها اسمحوا لي أن نستقبل في الاستوديو النائب عن كتلة المقاومة والتحرير السيد علي عمار. سيد علي، هل ما زلتم متمسكون بسلاح الحزب؟ ما زال هناك عدو غاشم سلاح الحزب، باكن باكن باكن. ما زال هناك ماء في البحار سلاح الحزب، باكن. ما زال هناك صوت في حنجرتي سلاح الحزب، باكن باكن. يبدو أن السلاح باقٍ ولكن الصوت السيد علي قد ذهب، على أمل أن يعود. ننتقل الآن إلى زميلنا في قسم الرياضة السيد خالد مجعس لنعرف ماذا لديه. خالد ماذا لديك؟ بونسوار، بونسوار، مساء الخير، بونسوار، مساء الخير أعزائي المشاهدين. بعد المباريات تحني عم بتدور بمرحلة الفاينل 6، الفاينل 6 بين فريق 8 أدار وفريق 14 أدار. لنعرف أكثر معنا مباشرة من ملعب ساحة رياض الصلح زميلنا فلانسوا. فلانسوا حبشي عم تسمعني؟ إيه فلانسوا عم تسمعني؟ ألو فلانسوا عم تسمعني؟ ألو إيه خالد عم بسمعك. إيه أنا عم بسمعك عم تسمعني؟ إيه عم بسمعك خالد. إيه عم بسمعك عم تسمعني؟ إيه إيه خالد عم بسمعك، الصوت واضح. إيه أنا عم بسمعك عم تسمعني؟ عم بسمعك خالد، نحن على الهواء. عم تسمعني عم بسمعك؟ لوك ايه عم بسمعك يا خالص، يا خالد خالد خالد.
فلانسوا، شو فيك تخبرنا اكثر عن هالمباريات اللي عم بتصير؟ بعد المحللين عم يتهموا بالفتنه الا بلوب اليهودي. ايه لوبي لوبي اي 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 اي، مباراه حاميه جدا خالد بين فريق الحكومه وفريق المعارضه. أوكي. انا هلا بمنطقه سوليدير في اعتصام وراي مؤلف من اصحاب المحلات التجاريه اللي له فتره ما استرزقوا تحت وعم بيرددوا، كلهم عم بيقولوا ايه يلا انقبروا اتفقوا برا. ما في شيء بنحضر يا جماعه، راح بنحط اخر شيء الام بي ان في هلا الراي العام مع كريم الجميل. بوسوار اعزائي المشاهدين، وبيبقى هالمنبر مساحه للتعبير، وبصير استضيف ضيف عزيز كثير على الام بي ان بالواقع هو رئيس مجلس النواب اللبناني الاستاذ نبيه بري. بنزقف له زقفه كثير قويه لدوت الرئيس. دوت الرئيس، بالبدايه بدي رحب فيك ببرنامج الراي العام. ميرسي، يعطيك العافيه. يعني بدي اسالك سؤال بصراحه مستحي منك، ما بعرف كيف تطلع مني. ولك يا اخي سؤال اتستحيش. ما بتعتقد انه لازم تتفقوا بقى ونخلص من هالمعمعة ونرجع نعيش حياه طبيعيه؟ ايش رايك؟ ولك يا اخي شو لك معي والله العظيم شغلي ابي كفيش من بيت جميل عم تشتغل بالام بي ان كمان طلع لك معي. بالبدايه اخوان بدي اعتذر بكم جميعا الان، اتاخرت بالوعي، كان عندي اجتماع مع السفير الامريكاني بلبنان جيفري فيلدمان. هلا اضطريت احكي معه بالانجليزي لان سعادته عربي ما بيعرفش. قلت له واتس ان نت ان، قلت له شو في ما في. قال لي دغري مستر بريزيدنت، ذا نيو بريزيدنت ماست بي فروم 14 اوف مارش، الرئيس الجديد لازم يكون من 14 اذار. قلت له ديستروي يور هوم، يخرب بيتك. واي دونت يو اندرستاند ماي باركينج، ليش ما بتفهم ليش موقفي؟ The new president must be peace and love. الرئيس الجديد لازم يكون توافقي. قال لي يعني president unique. قلت له unique بنيك شو يا أخي فراري معناه. رجعت قلت له if the new president not peace and love, the gypsy milk will goes up. إذا الرئيس الجديد منوش توافقي حليب النور رح يطلع. رجع قال لي عن القرار 1559 وعن تجريد سلاح المكاوبة. قلت له شو يو ونت تو بويزن ماي بدي، بدك تسب لي بدري. ماي هيد دازنت كاري مي، راسي ما بيحملليش. اي ريفيوز 1559 اند اي ريفيوز 1701 اند اي ريمبر يو ديسيجن 242 وير واي. انبسطت يا عبدو بالاي ريمبر يو. ناقصك جوره بعد تكمل معي. Decision 242 where why 500,000 Palestinian refugees in camping sweet eye، مخيم عين الحلوه. وكان بعد ناقصنا هديك شو اسمها الزبرتش، شو اسمها الزبرتش؟ لك حط ايدك معي بالزبرتش. شو بعرفني نسيت الغايه. رجعت قلت له كشفري كحبيبي، ولك يا اخي شو صار معاكم بالتحقيقات بلجنه التحقيق الدوليه تبع برامرتس؟ يا اخي عرفتوا مين عمل الجريمه ولا ما عرفتوش؟ رح بنقبر بعضنا على الحقيقه بلبنان. قال لي مبلا عرفنا. قلت له هات شرف خبرنا. قال اللي عمل الجريمه، دوله جاره للبنان ببلش اسمها بحرف السين. قلت له اسرائيل ساوث اوف افريكا بعيد شو بعرفني. تعال شو قال لي بالاخلاق اخر شيء، تعال شو قال لي. قال لي سلولي سلولي اند تيك تيزي، يعطيكم العافيه. عيب الشوم بلا مربى بلا اخلاق، عيب. اذا عرفت في كونداليزا الرايس ولا بتعملوا الرايس على الجيش. اشتقت له لو بده عمري كله بعطيه. يا هوا روحه قله قله كتير اشتقت له لو بده عمري كله بعطيه. ولما يا حب ترده رح كمل عمري حده، نار تطفيه له بلده دفيه. حامل بإيدي وردي أهارت وذكريات. ويا هوا اللي عندي قصر للمسافات، حامل بإيدي وردي أهارت وذكريات. حبيبي يلي
قلبه وعم بحلم غني له ما بيسمعني حتى يحن ويقشعني ومن يوم اللي